أعلنت شركة مطار البحرين الجهة المسؤولة عن إدارة وتشغيل مطار البحرين الدولي عن وضع حجر الأساس لمشروع قرية الشحن الجوي شمال مدرج مطار البحرين الدولي في إطار استراتيجية قطاع الخدمات اللوجستية والتي تأتي ضمن خطة التعافي الاقتصادي والتي أطلقت تنفيذا لدعوة جلالة الملك المعظم وبعد إعلان مجلس الوزراء برئاسة سمو ولي العهد رئيس مجلس الوزراء. نعم، جرى ذلك بحضور سعادة المهندس كمال بن أحمد محمد رئيس مجلس إدارة شركة مطار البحرين، حيث أكد سعادته أن مشروع قرية الشحن الجوي ستكون له مساهمة نوعية في رفض نمو قطاع الخدمات اللوجستية عبر زيادة تنافسيته إقليميا وتعزيز قدرته على جذب الاستثمارات وتكامله مع مسارات النمو الاقتصادي، فهو أحد القطاعات الاقتصادية ذات الأولوية في إطار رؤية البحرين الاقتصادية 2030. وتعد قرية الشحن الجوي في مطار البحرين الدولي والتي تبلغ مساحتها 25,000 متر مربع منصة لوجستية متطورة تضم مباني مستقلة لكل مشغل لخدمة الشحن الجوي السريع مصممة وفقا لأعلى المعايير الدولية لإنهاء جميع العمليات في موقع واحد وبسرعة وسلاسة، بما يمكن المطار من التعامل مع كميات أكبر بشكل أكثر كفاءة وتلبية احتياجات عملاء الشحن بشكل أفضل، فضلا عن خلق فرص عمل جديدة. ما في شك أن هذا المشروع راح يوفر مساحات كثيرة للشحن الجوي، راح يستقطب شركات تعمل في مطار البحرين الدولي، والحمد لله احنا بدينا ايضا باستقطاب اكبر الشركات في هذه المنطقه الجديده. وقعنا مع شركه فيدكس لتاجير مساحه جدا كبيره في مطار البحرين، فالمشروع قبل بدايته اوريدي بدا التسويق له وبدا بيع بعض المساحات فيه. متاكد ان هذه المركز والمساحات الجديده اللي راح توفر في مجال الشحن الجوي راح تزيد من قدره القطاع اللوجستي على النمو، وراح توفر ايضا فرص عمل للمواطنين البحرينيين. امتدادا لمشروع مبنى المطار المسافرين، اليوم تم تدشين قريه الشحن الجديده، وبالتالي اللي نتطلع فيه هو انسيابيه الحركه بشكل اكبر، زياده الواردات عبر مطار البحرين الدولي، كلها اهداف موضوعه. الاخبار الطيبه في هذا المشروع ان المساحات اللي فيه مساحات تم حجزها، وبالتالي من يعني فور جاهزية المشروع سوف يكون يدخل مرحلة العمل مباشرة.